مستمعي الكرام، 12 دقيقة بعد الساعة 11 في صوت السلام وعلى أثير صوت المدى 107.9 FM وبرنامج من أسبوع لأسبوع. الآن ننتقل بسرعة البرق من قلب مدينة القدس إلى قلب مدينة نيويورك، وهناك الزميل الإعلامي الفلسطيني الكبير الذي عين قبل عدة أيام سفيرا للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة، السيد فتحي الناطور. أستاذ فتحي، صباح الخير. صباح الخير لك أستاذ أحمد، وصباح الخير لكل فلسطيني في الأرض المقدسة. يعني احنا بنعتذر منك، لربما الآن الساعة الآن في نيويورك 3 صباحا. نعم مزبوط. نعم، طيب احنا يعني سهرناك شوي حتى نكسب سماع هذا الصوت عبر هذا الأثير، ربما نكون من الأوائل الذين نجري معك هذه المقابلة، ونحن فخورون بك كزميل إعلامي أن تصل إلى هذا المستوى وهذا اللقب. في البداية يا ريت تحدثنا عن هذا اللقب وعن أهمية الدور الذي ستقوم به في هذا المجال. بداية زميل أحمد، يعني لابد أن نقدم هذا اللقب وهذا النجاح هو لكل فلسطيني، لكل مواطن يسكن على الأرض الفلسطينية، لأن هذا النصر وهذا التميز هو جاء تكريم للفلسطيني الناجح في كل مكان. لذلك بداية مبروك لكم، أنتم الذين تحققون النصر والتميز بنضالاتكم وبتوجيهاتكم وبثباتكم على الأرض المقدسة، لأن مسيرة الحق ومسيرة العدل ومسيرة التضحية لكل فلسطيني هي الناقوس التي تنير لنا الطريق في كل مكان. وبخصوص موضوع السفير النوايا الحسنة، أنت تعلم زميل أحمد، الأمم المتحدة لديها سنويا ضمن مسيرتها في تعميم روح السلام والمحبة والتعاون بين كافة الشعوب، تجد كل سنة العمل على اختيار مجموعة من المتميزين في كافة الحقول الاقتصادية والتمثيل والفن والأدب والعلم. لذلك كان هذا العام هو بداية طبعا باختيار أحد الشخصيات الإعلامية في فلسطين. لم يأتي هذا لأن الشخص فقط من فلسطين، بالعكس كان هناك للتميز وللأداء الذي حققناه. أنت تعلم زميل أحمد، نعم، نحن نعمل في مجال الإعلام منذ 24 عام في خدمة فلسطين والقضية الفلسطينية وكشف كافة الممارسات التي تحاك في الظلام وفي العلن ضد الأرض وضد الإنسان وضد القضية. يعني يا أخي فتحي، يعني حتى لا يقال أن الأمور شخصية بيننا، أنا يعني شهادتي فيك شهادة مجروحة، يعني بكل فخر أن أقول هذا الكلام، بأنك قمت وما زلت تقوم بالعديد من الأعمال من أجل دعم الصحفيين وأيضا المؤسسات الإعلامية، سواء أيام ما كنت في الاتحاد العام للإذاعات والمحطات التلفزة الخاصة، وأيضا أيام ما كنت في المؤسسات الإعلامية الأخرى، كنت من الأوائل الإعلاميين الذين يرفعون اسم فلسطين عاليا في فلسطين وفي الخارج. فلهذا أقول لك أني شهادتي فيك مجروحة، وأيضا يعني لك كل الحب والتقدير من كل الإعلاميين، وبالمناسبة أيضا أسرة البرنامج والإذاعة بتهنيك بهذا اللقب وهذا المنصب، ونتمنى لك التوفيق. نعم أكمل. الله يخليك. أول شيء الشكر لكم أنتم أحمد ولكل الأسرة الإعلامية في فلسطين وفي العالم العربي. لا شك أنت تعلم أننا أيضا في مهمة إعلامية أخرى في الاتحاد الدولي للإعلام الإلكتروني، وهذه مهمة كبرى عبر العالم. تخيل أن نحن الآن موجودين في أكثر من 60 دولة، وهذه مهمة كبيرة. تخيل أن تأتيك أيضا أرى ثلاث مهمات أخرى، وهذا لا شك يعني أقول لك كان الله في عوننا في تحمل هذه المسؤولية، رغم أنني تفاجأت في هذا القرار، لأنه يعني أوكي ممكن يكون منصب واحد أوكي، ولكن أن يكلفونني بثلاث مناصب أخرى، لا شك أننا لازلت أنا معهم في مفاوضات. يجب أن يكون هناك مساعدين، والحقيقة أكشف لك سوف يكون هناك مساعدين أيضا في فلسطين، مكلف أن نختار من 7 مستشارين في فلسطين من أجل
من أجل المتابعة، لأن قضية فلسطين قضية حية وبحاجة إلى التعاون من خلال الكوادر الفلسطينية الأخرى. نحن لا نستطيع أن نعمل لوحدنا، بالعكس نحن بحاجة إلى أن تتكاتف كافة الجهود، لأن قضيتنا حقيقة يا أحمد ليست قضية سياسية فقط، نحن نخوض يوميا معارك سياسية ومعارك إعلامية. أنا بدعو كافة إعلاميين وإلى القيادة السياسية أيضا أن تنتبه. يجب أن يكون النضال ليس فقط سياسي وليس أن يكون عسكريا، بالعكس اليوم يجب أن يكون النضال في الساحات الدولية عبر الإعلام. الإعلام اليوم هو القوة الخارقة التي تستطيع أن تصل وأن توصل رسالتك بكل سهولة، إذا استطعنا أن نستغل هذه القوة الخارقة وهذا المارد العظيم الذي يستطيع أن نقل الحقائق كلها بثواني. لذلك مهمتنا كبيرة وعظيمة، ولكن نحن متأكدون أننا نقف على أرض صلبة من أجل تحقيق حقوق شعبنا الفلسطيني وإيصال رسالته، لأن القضية قضية عادلة. نعم. بكم ومعكم نحن زميلي أحمد نستمد هذه القوة ونشكر الله ونطلب العون من الله أن يعيننا على هذه المسؤولية. نتمنى ذلك ونتمنى لك كل التوفيق والخير والصحة الدائمة في كافة المناصب وكافة الأعمال. مني ومن أسرة البرنامج حتى لا نطيل عليك في ساعات الصباح الباكر لديك ونحن هنا في ساعات الصباح الأخيرة، شكرا لك فتحي ويعطيك العافية وصباح الخير مرة أخرى. مبروك. مبروك لكم زميلي وشكرا لكم أنتم في القدس العزيزة عاصمة الدولة الفلسطينية، محبتي وإن شاء الله يكون أنا لقاء قريب معكم في فلسطين إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.